مرحبا أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج رموز، واليوم راح نستذكر سيرة حياة شخصية مهمة تركت بصمة في الساحة الثقافية والإنسانية، هي السيدة وداد عقراوي. كونوا ويانا. ولدت وداد عقراوي سنة 1969 في محافظة نينوى في العراق، وهي حقوقية كردية وإخصائية في علم الوراثة، خبيرة في الصحة الدولية والأمراض السرطانية، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ورئيسة منظمة الدفاع الدولية. حصلت على شهادة الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين عام 1990، كما حصلت في الدنمارك على درجة الماجستير في علم الجينات وتحديد وظيفة الجينات المجهولة وفي الميكروبيولوجيات والأمراض الوراثية، وبعدها عملت في المستشفى الملكي في كوبنهاغن. حصلت وداد عقراوي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في الأمراض السرطانية والصحة الدولية من الولايات المتحدة. بدأ نشاطها الحقوقي في العراق واستمر في الدنمارك، ودرست القانون الدولي وتخصصت في نزع السلاح والأمن الدولي. انتقلت عام 1986 إلى أربيل، حيث درست الهندسة المدنية مع التركيز على اختصاص تصميم الطرق والجسور في جامعة صلاح الدين. في عام 1988 شاركت سراً في توثيق التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق. نشرت العديد من المساهمات والمقالات باللغة الدنماركية في أشهر الجرائد الدنماركية، ولها كتابات ومقالات منشورة في الكثير من الجرائد العربية والكردية، إضافة إلى المساهمة في تحضير وتنفيذ حملات متعددة لمنظمات دنماركية وعالمية مختلفة، من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة العالمية لمساعدة ضحايا التعذيب. تقلدت وداد عقراوي العديد من المناصب في المنظمات الإنسانية المختلفة، أبرزها منصب رئيسة منظمة الدفاع الدولية، وعملت كمندوبة لشبكة العمل الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة لدى الأمم المتحدة، وشاركت كمراقبة في العديد من الجلسات الاستماع التفاعلية غير الرسمية للجمعية العامة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. الدكتورة وداد عقراوي هي المؤسسة المشاركة لمنظمة الدفاع العالمية، وهي منظمة غير حكومية تركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمثل مهمتها في الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومراقبة تنفيذ التدابير الوقائية التي تهدف إلى إنهاء إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. أعزائي المشاهدين، كانت هذه باختصار سيرة حياة الناشطة الحقوقية وداد عقراوي. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم، انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.